مؤقته، وانه بدا التصعيد واللجوء للجهات المختصه بقى، الاتحاد الدولي وكل الجهات اللي بتاخد من خلالها الخطوات المشروعه والابواب الشرعيه لنقل شكواك، حتى تكون هناك عداله ومساواه في التعامل مع الاخطاء وفي اداره المسابقه بشكل عام. ده تاثيره ايه على الايام الجايه وعلى الارتباطات خلاص الجايه وعلى مزيد شكل من المسابقه؟ مزيد من الشحن، مزيد من الاحتقان، مزيد من التوتر. ده ممكن يؤدي خلال الساعات اللي جايه دي، ممكن يبقى في قرار المباراه ممكن ما تلعبش، ممكن نفاجئ بكده لو الامور تطورت بهذا الشكل. لكن انت بكره في مباراه الزمالك هو اتلعبت، وطالب مهم جدا حاله من الهدوء، حاله من البعد خالص، تفكير في المباراه فقط، في الكوره. مش عايزين مشاكل اكتر من كده، يعني مش بالعكس. عاوزين مشاكل اكتر. يعني عاوز اقول ايه، حتى رغم القرارات دي واتلعبت المباراه، فرصه انك انت لا ازاي تلعب تحت ضغط، يعني ازاي تتعامل مع هذا التوتر، وازاي تقنع لاعبتك، وازاي تطلعهم من الدايره انه خلاص فد غضبك كله يطلع في المباراه في الكوره، مش في صالحي ولا في صالحك، مش في صالحنا ان احنا نوصل الامور. يا جماعه حرام عليكم، يعني هنوصل الامور ليه؟ نموت بعض عشان ماتش كوره؟ يعني هل ده نتيجته ايه؟ ما بال الجمهور بره عامل ايه؟ يعني عاوز اقول ايه، لابد فعلا، على لا الجماهير ورد لا معروف مين المسؤول عن اللي بيحصل، ومعروف السبب اللي وصلنا ليه للدرجه دي، ومسؤول المسؤوله التبرير، والبعض اللي يعني بيقنع الناس بحاجات وهميه وحاجات مش موجوده على الاطلاق، والناس عندها قناعه انها بتصدق اي حاجه. في ناس بتلعب ادوار مش مفهومه من اجل التسخين، ولعب على وتر الجمهور المسكين اللي هو ما يعرفش، ولو حصلت حاجه جمهوره هو اللي هيدفع الثمن، واللي قاعد في شاشه التلفزيون على المكان ده اللي احنا قاعدينه ولا حد هيحس بيه. الامر في غايه الخطوره، في ناس قاعده تتفرج على كلامها وشوف بتقول ايه، على اي اساس بتبني الكلام ده، ومساله المؤامرات والمصدوق. يعني ليه يا جماعه، ليه عايشين في الاطار ده، ولغايه امتى؟ كره القدم ابسط واهم، يعني عاوز اقول لك ايه، واللي تطلع ناس تعمل بوستات ويقول لك اصل ليه 17 سنه وليه 18 سنه وليه يعني كلام مش مبرر. اتمنى، كنت اتمنى انه لجنه الانضباط فعلا تعمل حاجه تكون يبقى نقطه من اول السطر، ان يبقى في تحقيق للموضوع، وانه يبقى في تحقيق موسع، وتشاف وتدرس المساله في يوم واثنين، وبعد يبقى في قرار لاستئصال هذه الظاهره. طب انت بتقول لي منع الجمهور الناديين من حضور خمس، هو في جمهور بيروح اصلا؟ مش جماهير، انا عاوز اسال مباراه الاهلي والزمالك قايلين هو اصلا في جمهور اصلا كل نادي في جمهور. يعني لا هو في جمهور، لا في جمهور في الدوري، يعني احنا ما نعرفش، يعني هو المصالح مين؟ يعني عاوز اقول لك ايه، كان عنده فرصة ذهبية لاتحاد الكورة واللجنة الحالية ولجنة الانضباط انه يعملوا حاجة يا استاذ محمد، يبنوا على حاجة صحيح، حاجة صح، دراسة صح، قرار صح. يا سيدي عاقب الكل، مين عايز يعني عاوز يعني 10 15 شايفهم كله يتعاقب، بس انت ايه ابن صح، لكن تبرر الواحد مشهد قدام العالم كده وتيجي تقول لي ده ما عملش حاجة؟ لا لا طبعا لا لا كده احنا دخلنا في نفق مظلم لكرة القدم. نستمر في النفق، نستمر يعني نتمنى